ما ريحانه حلقة. أي كل ما تقول لك الجدود الدقنية هاي قبيل كأغير مريحان حتى يجدو بيرسي سلامك دوفارتا ماشي على لقو برتاي واتقال آن عدنا كل من عدنا آن كل وعمين أو كل عاي تنكا سناب شاتكا كتب مركي لسكو خلافي أرقتية كالتي كتسن إكا إيمانيا تاقير ياشا عبد عيسى عتون يا صفية تسمو محمد عبد ولي أوه ولي الساق المصطفي سيقيدي دوانكو قرصة مقالة هرقيسة النقضي ننكي وقو قباتي قبضنا اوقو قلفريستا قبر صوماليين ايا اراكتي دي سكاليبتي حالة قرار اكدح علوصان عبد عيسى عتون يساقو نيكاني يري أرنتا كده حيسا صفية تسمو يا عبد عيسى عاتون ما هالسحر يا فيديو يلا كلا حيستو دولمي يا هنددال ليسو قيستو يا ديباتك رد على المترتي ميشا واحد تلات عايد متصور رفاني او امو كون رافت اللاعي سيدة فولكانا اقرحي كدبنا حالك صفية تسمو وحاولي قيهي مرهدي عاد كان يرى برور تلا ابعبعا انكو سوايي والعيدين ايا ومستقبل كليو يالنين اراتدي سيسيدا ايا اردقني او كقديبتي لنك اسناب شاتكا كدبنا محادا عاي تاقير ياشا صفية تسمو ايا هي وير العليا دولا كسو قادي سيقا وريه مصطفي سيقا وريه الساق المصطفي كتب نصية رفضت أي أي راهدين هاي هذا الكنا إلى إيك أي أبي سوسي حنك لانقابك هذا حنا مريحانو حلقة دبضك قطع قيلة كغيالو أبا هذا الكامركي اللقو يري محمد عبد ولي أوه ولي الساق المصطفى السيقيدة كتب محاد عاي وحا جواب عد كبحيي فاملقا او كسو تشيدو محمد عبد ولي او هي او كميدا فامليدا او قد احموغدا قولها سوماليدا ايارو كميدا الى الدقايسو اي كل ما تقل لك القدود الدقاني هاي قبيل كوغير مريحان حتى يقودو بيرسي سلاميك دوفارتا ميشا على لقو برطي مريحان دنبيس افكسو تاك ولي جاي أنا كسامران كي جرب بيرسال شيء جاي سومال توك شو كهر ما برانين يا مردم بمرحان ولاندرة يا سأف كي كسو تعلان قاب تعيلا مركا كاتب أركتي يدي ليسكو خلاص سنايا كإيمان يدن كصفية تسمو يا عبد عيسى حال كوا قد بيو حجاري لبرين وبيش مرحان يا بيش السمارون كبدي هوري سيارة فضود ايا وحا يوتري لانقا باتي محمدو وسيق الساق المصطفى حسني هذا الكن ايتري ايني المغنية اي ادقيستين وحا جواب عاد كبحسي كبر كالي الى دقيسو السلام عليكم وين سلامي دادك دمان ميشان كوتيرا ما انتو عانو جواب هيا قبادة صو عاي تميسا او داد لانقاب داد كو عاني سا لانقاب لانقاب دالي ابا يسوماري ادا اوغو لانقاب سن سمرون سعيد بانا تاي دولا واحد كدك تا بورمي او افر بورد احدا دو كويا لما فهانتا داد الا مدوك الا قدا كو عيشة باد عاني سا ام فير سوري والله سمرون حتى اساق بان نباري راشيق اساق مدح النو سارنتين ادين كابان نباري با داد با ايغا عن كدقا راشيق اساء اول ما داد با عايدين نايا هبرتان كنت جيركا او فيديو يدا ميل كاستا يا عيان ويل كان كوما عين كرتنايا من اي تم كرتقنيس لما دي كرتنايا اضب يا اخلاق ما قبت وان الرغن هدونو كو جوابين انا كو جوابين نايا ما فهمتي وانين مريحان سدو رير دينيو لفت جيل بدانايا بارك او يالا دد دد واس بارن دوناي ما فهمتي waxaan kaloo naaya ku sheegay wadiga dhahay hargeysa waad iimaan doonta hargeysa haduu abdulweli tago
والله والاندير كو يانايا تماشيدن سغل مصطفى حسن نور بانو جوقتا انك ميل لان جابكم مني نفانت ادونك ميل كسان لغي خنا دام ريحان انك برشبو مبانين اباي معانتا اقول لا ان بانو كهيسا مفانتي وادي دهي هرجيسه وا ايمادو هرجيسه والله انتو ايمادو 3 اوكلوك ايو فيديويد كس دوب جير توك شو ادين كان بعنا كومين اهين تا انا كومين اهين غبدي ان شاء الله مركه هرجيسه لو بهدله مخا هدي ويدين waxaan yareen ayaa ka dhacay goobta iyada ah gurmad iyo waliba waan iyo dadka kala dhex gala meesha ma joogine xaalku waa xumaaday urada iyo qiiqa ayaa isqariyay intaa kadib waxa iyaguna soo galay iyo oodahood iyo xasaskooda jiidanaya faamiliga danka Cabdi Ciise oo markii hore taageero mug iyo miisaan leh u muujiyay safiyatismo laakiinse markii dambe ka digan rogtay iyagoo ka jawaabaya xaaladaha adag iyo hadallada ay iswaydaarsanayaan samaroon iyo mareexaan iyo waliba aragtiyada qadhaadh ayaa waxay tirsidaan arhaade islaantani samaroon maaha waa samobiis caadi oo la waaba islaan soo kale hoyatayba aniga markii hore waan la jiray waxaan islaa walaahi waa qof dumar ee dhinaceeda iska jir oo dumarnimada ay qaatay anigoo kaliyana maadee dumar badan bay kulay dumarnimada u qaatay islaanta qasiisada ah ee intay adduunkii oo dhan soo qastay kay ka dhalatiyo kay u dhaxdiyo kay dhashaba ceebaysay haddana rabta inay ceebta iska maydho ayada maxaa naaga qaqaawan telefoonkeeda dhaxdhigay kaba yar maxaa iyadoo qaawan telefoonkeeda dhaxdhigay mayadu ma khaniisad bay ahayd maxay dumarkii qaqaawan u soo duubay jirtay habartu waa habarta dhahday oo soo kala hoyatay oo samabiis ah oo kuwaay u dhalatay iyo kuwaay dhashay iyo kuwaay dhali doonto day wax ku haleen iyo kuwaay dhashayba way ceebaysay ceeb taadaala maasturo markuu qofku balaayo iyo baas balaayo iyo baas markuu qof uu ku dhex jiro ilaahay hal marun buu hawada kasoo tuuraa hawada lagaa soo tuuriyo hog lagaa muday nolosheeda qof macaayin laakiin tan way iga xaaladsay walaa maxaa iskaga tagda siqiirkaada indhaa casaysay qalaada kugu dhacdee harbal nimankaasoo islaaliya meesha balaaya ka dhacdee islaamiy waaweynaa baaba ka siraadantee yaa dumarkii raaba inta ka tagtay bay islaamiy waaweynaa ka siraadantay walaa ee naga tagday silic ku nool iyo silic ku noosha dhasha sideetan jirka meta kale dadkan qaylinaya maxaa samaroon iyo dadkan qaylinaya iyo waxay dumarkan waashay weligay ma arkin islaan waalatay bay intay qaban lahaayeen intay xiraan quraanada ay sheegaysa ku akhriyaan fariisiyaan baybay hor yaacayaanba degdegiyodegdanta jooj ma sixirinid balaayana ma qabtid buufis baa ku haya buufis kale cashare gooniyuu leeyahay miskiinka alle waa lagaa daaweynaya tartiib isdaj yaa isdaj walaalle isdaj fiicanay intaa kadib hadalladii qadhaadhaaye mugga weynaa ee la isweydaarsanayay waxa aad u la yaabay nin ka soo jeeda magaalada muqdisho isagoo hadallada qaar fahmi waayeyba inkastoo lagu hada hadlaya luqadda soomaaliga laysku hulgufayey haddana muqdisho iyo hargeysa hadallada qaar way ku kala margadaano iskuma fahmaani ereyga ah buufi buufi oo ay ku soo celcelinayeen danka hargeysa ama taageerayaasha Cabdi Ciise Cajuun ayuu meel u qaadaba garan waayey waxaanuu yidhi aboowe macaanow buufi maxaa laga wadaa ma buufimadii la buufin jirayba isagoo ka hadlaya oo weliba ku qoslaya ayuu sidan yidhi Oh my God. Buffy, brother, Buffy. Isku soo wada duuduubo dagaalka Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise Cajuun oo gilgilay aaladda YouTube-ka ayaa iminka u gudbay gobolka loo yaqaano Snapchat-ka iyadoo halka meydkiiyo daawaca la kala guranayo
oo ay isku shufeeleen dhanka marreexaan iyo samaroon oo hawadaba ay isku dubteen. Waxyaabaha la isku haysta ayaa waxaa ka mid a hebel baa khaldan iyo heblaayi ayaa khardan iyo maxaaba kaa yeedhsiiyeyba. Haddaba arrintan qadhaadh ee dhex martay iyo weliba faankan iyo faataadhugta ee labada dhinac dhex maray yaa ku kala guulaystay. Marreexaan waxa uu yidhi, anigu waxaan ka mid ahay marka Soomaaliya oo laysu geeyaba ayaan dhibcaha iyo biladaha fara dheeraanaya, oo waxaan ahay nin hawada u soo taabtay hore dayaxana koobshaaha ku soo cabbay, adiguna waxaad tahay wiil reer dhaqaajisa oo dhowaan arlada yimiye cagta dhulka ku hay. Halka samaroonna ay isku dayeen iyaguna inay dhoolatu sameeyaan, balse ay waayeen qof mugiya miisaan leh oo ay fartaba ku fiiqaan, golahana ay keeneen wastaar iyo qaldawale iyo kuuli moojiye xaalka dajiya baan leeyahay. Isku soo wada duuduubo, waxaa dhowaan filanaysan haddii Ilaahay ka dhigo oo ay iga sugaysaan fariimihiinuna iga soo gaadhayaan. jawaabtii Cabdi Ciise uu ka dhiibay Safiya Tusbu, hayga degdegina arrinkii oo gambadhuudha wayni soo gaadhayaa. Cabdi Ciisena howlo ay mugle ayuu ku mashquulsan yahay, laakiinse waa uu soo socdaa. Halkan ayaa ka arki doontaan haddii Ilaahay ka dhige. Ramadaan mubaarak! Ilaahay dembigeenna iyo dembigii waalidkeenba ha dhaafi aamiinta raaciya.